السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم للناس اللي زاد عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي اخوتي واخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. اجيو اخوتي تعرفوا، اجيو تعرفوا سعاد وما دازت عليها مسكينه، اجيو تشوفوا المعاناه اللي عانت سعاد مع العائله، مع الخاوه اللي ما بقاتش خاوه، مع الغداره، مع تركه المنافقين، مع مريض سبعة الوجوه اللي ما كيحشموش. اجي تشوفوا سعاد مسكينه جوج سيمانات دابا وهي كتعاني في صمت. سعاد كتعاني مسكينه وكتجري، داكشي ما كتصورش ليكم شنو كدير بدون جدوى. اجي تشوفوا شنو وقع بالنسبه اخوتي. اليوم كان جلسه ديال زين المحارم كما عرفتوا اخوتي، كما كنا كنتسناو كاملين، كنا متوقعين غادي يكون الحكم اليوم. والبارح حضرت معكم قلت لكم الشهود واش غادي يمشي واش ما غيمشيوش ما عرفناش. مهم الجلسه ديال اليوم كنظن انها تاجلات 23 في شهر 4. ما جاوش الشهود، ما جاوش الشهود. شهود نقولوا اخرين برانيه، نقولوا مجده ما جاتش برانيه تقلبت شغلها هذاك، نقولوا السيده الاخرى طات شهاده طبيه، ولكن سميره ما تجيش. الاخت ديالها ما رايتيش سميره المحاميه مسكينه، محامية اللي دارت معاك الخير وقفت معاك تخديتي حقك، القنوات والمغاربة والمتتبعين ما درتيش على وجههم، اللي مساكن دعموك وساندوك وكاين اللي صيفط لك وكاين اللي تفرج فيك وكيدير لك اللايكات والقنوات، وسعاد مسكينة وقفت معاك والو، ما وقفتيش مع الأخت ديالك اليوم والو، ما قلتي حشومة نمشي. وكنتمنى واحد الرسالة لسعاد، كنتمنى من تسالي القضية ديال المحارم، أي واحد تقلب على سعاد في الشهادة دير لهم سعاد متابعة، تقول له انهم هما اللي دخلوا لسعاد الشك والوسواس، هما اللي سعاد بقاو كيقولوا كاين وكاين وكاين وكاين، داك اللي قال لها شي حاجه حطها بوجهه وتابعه قضائيا سعاد. ماشي الام كان عندها واحد الشكوك وتزيدوا نتوما توهموها وتوركوا عليها اكثر وتزيدوا تدخلوها الشك وفي الاخر تهربوا على حب انتقاما. تصوروا سعاد مسكينه سيمانه وكثر دابا وهي كتمشي عند الاخت ديالها، تمشي وتجي تمشي، فينك ما كايناش فينك هنايا، وكيتهربوا منا وكيتهربوا منا، وسعاد كتعاني في الصمت باش ينتقموا منا. ما فهمتش هنا، شوف راه كتزيد تبينوا انك ما فهمتش انا واش شادين شي فلوس، واش داير اليد مع السريعه، ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه في هذه العائله، ما بقينا فاهمين والو. الناس برانيين اليوم ما نعسوش، الناس كيتسناو بحال جالسين فوق الجمر كيتسناو شنو غادي يوقع اليوم، وكيقول لك عافاك وقم مع سعاد، عافاك ومساندو ساندو سعاد، وانتم يا عائلتي سامحين فيها بحال شي يتيمه مسكينه جايه للمحكمه، بحال شي يتيمه جايه للمحكمه. سعاد يتيمة الحيين، سعاد يتيمة الحيين، لا عائله لا حباب لا تاصيل، الله يسر اللي وقع معاها ويساندوها. ها انا الصراحه كنت نقول لكم صديب وتقدر تمشي تقدر ما تمشيش الشهيده، ما كنت زعما كنت كنصحاب بهذا الخبث وبحال حب الانتقام بحال هكا، كنت نقول راه سميره وكيما قلت لكم تقدر تكون شي مفاجاه تقدر تمشي، وقلنا لكم اما غيكون التاجيل اما غادي يكون الحكم، اما انا صراحه كدير 90% غادي يكون الحكم، ولكن كان التاجيل لان ما جاوش الشهود. ماشي حشومه ها تلعبوا بديك الام بحال هكا، الله ينتقم من كل واحد كانت عنده يد انه ساهم في هذا الشيء ديال سعاد، الله ينتقم منه كاع اللي بغى يضحك عليها وكاع اللي بغى ينتقم منها وكاع اللي بغى يتشفى بديك الام، الله يعطيه حالته. راه حنا باقين في الدنيا، راه حنا باقين في الدنيا والدنيا دواره، غتضل اليوم تكون عندك وغدا الدنيا هذه، وكل واحد عنده وليداته وعنده بنياته. انسان كيما كتخافوا على بناتكم وخافوا حتى سؤال على بنتها مسكينه تاخذ حقها. ماشي اليوم احنا جايين نقول لك حقه ما حقه وغدا لا حقه، ما بقيناش طلعت تاكل كرموت نزل شكون اللي قال لك، ما بقيناش غنجيو نشهدوا حقه. كان سامي سعاد قالت واحد العام عايرتني وعايرت لي الشرف ديالي، سعاد كتقول لك انا مستعده نبوس لكم اليدين والرجلين، انا مستعده نسجد ليكم مع عباد الله غير سمحوا لي. اليوم انا تفرجت في واحد اللايف ديال سعاد غاده وكتبكي، كتقول ندعوا معايا اخوتي غاده الجلسه والشمس كاينه والصباح بكري، الناس صابحه ناعسه وسوليداتها واللي معلق بنياته، وسعاد صابحه غاده المحكمه لحنين لرحيم. واخا تكونوا سعاد ساكنه في مدينه وانتوا مدينه واحده اخرى، غنمشيو عند ختنا ونساندوها وندعموها ونوقفوا معاها، ماشي غنسمحوا فيها ونتخلاو عليها. وكان جايين مع الناس وسعاد جايه بوحده مسكينه كاينه مع جاب الله كاينه مع عبد الاستاذه، تحيه لها من هذا الفيديو. وكنتمنى كانت شي متابعه سعاد غتابعهم، حتى واحد ما غيلومك اختي سعاد،
شوفي اللي بغى يشهد معك نهار الاول قال كلام وتقلب عليك ديري بيه شكايه ولا شوفي استاذ تبع مع المساطر القانونيه. من الاخر ماشي انا نشوف واحد الام شاكه ونزيد انا نوهم اكثر اي ها كاين ها كاين وخرى تقول لي ها كاين ها كاين في الاخر نشد الفلوس ولا شنو غنديروا نتقلبوا. والسريعه قالت كاين اعترافات ديال السريعه قلت انا ضمننا جوج شهود ضمناهم وحنا رابحين رابحين القضيه والبراءه البراءه البراءه. السيده متشبته بها لواحد الدرجه كبيره وكتقول لك حنا رابحين عندنا وكريشه كان يقول الورقه الرابحه كانوا خالعينو غير الشهود. هاد الشهود صافي ضمنتهم السريعه لجهتها واش دارت لهم الطلاميس ولا دارت لهم الفلوس الله اعلم اخوتي ما فهمتش. ولكن نقول اخرين كيبقاو برانيين عباد الله. ولكن اختك اللي قريبه لك اختك اختك عباد الله فيكم دم واحد حليب واحد والدين وحدين ما فهمتش انا ما فهمتش. حنا اليوم كنا مخرج على سؤال اكثر ما كنتسليو النتيجه. حنا اليوم لاصحاب قنوات المتتبعين كنا دايرين بالنا مع السعاد اكثر من هذا الحكم ديال بوكريشه يكون براءه ولا ما يكون ولا ما يكونش. حنا ما كنا اكثر دايرين بالنا مع السعاد كيفاش غتلقى الخبر. والله قسم لنا شحال من واحد ما نعش حنا ما نعسناش بقينا من بعد كنتسناو كنتسناو بحال بحال قالت فوق الجمر كنتسناو واش كنخيطو نفصلو في دماغنا واش غتجي الشهيده واش ما غايجي واش غيقدر واش هادشي كلشي كنديرو على قبل من عقبل سعاد مسكينه. وشي وحدين كيتهربوا من سعاد جوج سيمانات هي كطلع وتهبط تمشي تشوف هنا ما كاينينش لا حقا ما جاش تليفون لا فرنسا لا حقا ديك المره ما حضروش لا حقا كانت فرنسا وما تبلغتش حقا كانت فرنسا. دابا هي هنا سعاد كتمشي تعقد التليفون ما كايناش هي هنا اهو. زعما واخا يكون بنادم ما عرفت فين راك في اليوتيوب وكتشوف الفيديوهات وكتسمع القنوات. انا كنقول جلسه راه فلان كيقول جلسه كاع القنوات اللي مع سعاد كيقولوا الجلسه غدا 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 واخا تكوني ما كتدخليش ما كت... اليوتيوب مره ولادك غيقولوا لك ولا صحاباتك غيقولوا لك سعاد اتصل مسكينه لا انا ما كايناش لا انا هنا لا انا ما كايناش وتهربوا عليها تهرب خرج ونيشان نقول لها ما غنشهدوش معاك ما تعطيوهاش واحد الامال ما تضحكوش عليها ما تطمعوش ديك الام خرجوا نيشان ما تعطيوهاش واحد الامال. واش نهار الاول اختي سميره شدك شي واحد دارك السنسله وقال لك اجي شهدي مع اختك صحه واش شي واحد خلصك حتى شي واحد بدا بوحدك بالاراده ديالك شويه بحق لا حق هادي قلبوك والله يا شو سبحان الله العظيم ماشي الدم رجع عندكم قطران اكثر من القطران اكثر من القطران رجع عندكم هالدم لا حول ولا قوه الا بالله والله لا حول ولا شوف السعاد والله القسم الا بديك النيه ديالك وبديك الطيبوبه ديالك وبديك العفويه ديالك السعاد غتربحيهم والله القسم راه مو النيه كيربح خلي اللي دافك الشر خليهم شباب شوف الله القسم الذي غتجيكم غتجيكم بالدقه علاش نعض الله سبحانه وتعالى كاع اللي يضحك على هاد الام وكاع اللي تشفى في سعاد وكاع اللي يزيد على هاد الشيء وباغي يتخلى عليها راه ما ساهلاش باش نزيد واحد شوف هذا انتقام هذا بالنسبه لي انتقام اخوتي ما تقولوش ليا هذا انتقام هذا هو الشرح ديالي انا باش نشوف انا اختي خاسره الملايين صحاح وخاسره صحتها وخاسره دم جوفها مسكينه باش تجيب حق بنتها ونجي انا نقول لها واحد الشهاده شويه نتقلب ونتقلبوا وطلعت واحد القضيه تقلبوا الشهود كامل دقه واحده مجده كانت غابره ملي بغاو يبينوها بينوا دقه واحده حقها مجده حقها حتى بنت الله اكبر شحال حنا كنقلبوا عليها والسعاد شحال هي كتقلب كانت غابره الجاره تقلبت قالت لك مره تقول الزوج ديالها مره دفعت شهاده طبيه سميره هي كانت في فرنسا دابا هي معات فين غابره حق دير شي سبه جديده داك الصلح عرفتي كاين شي حوايج راه كتبينوا لينا حنا راه ابو كريشه هو مول الفعله غطيروا تنزلوا غطلعوا لنا الدم نخرجوا نقولوا هو مول الفعله برؤوا في اليوتيوب برؤوا يلاه بينوا البراءه ديالو تقول شكون شكون المغتصب ديال هاد البنت شكون اللي كتقول لك كاين متهم اول ماشي ما كاينش تخرجوا تقول شكون هادشي اللي كنعرفوا حنا الا كان فعلا. ولكن سعاد معها الله سبحانه وتعالى وتحيه القضاء المغربي النزيه لا كلمه فوق كلمه القضاء وتحيه الاستاذ الروقاني اللي عارف بزاف ديال الحوايج وغادي يكونوا شي حوايج ان شاء الله راه ماشي بهذه السهوله غتقلبوا على سعاد اكيد غادي يكونوا اجراءات واكيد غتاخذ في حقكم سعاد تاخذ حقها منكم نتوما ضروري ماشي نضحكوا عليك اليوم وغدا نتقلبوا عليك
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم اخوتي العزاز، لقيت اخر مستجدات ان الجلسه اجلات 23 في شهر 4. تحياتي لكم اخوتي العزاز، الى فيديو قادم ان شاء الله.